أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه شاكرا صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه صراط مستقيم
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوما يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الله أكبر بسم الله أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا الله أكبر بسم الله
الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها وما ولد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وهديناه النجدين ألم نجعل له شفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة وطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة وطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة يتيما ذا مقربة
دامت ربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله
وسقياها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس. قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الفاتحة